حرام اخواتنا اللي في الجبهة دول يجرى لهم اللي بيجرى دلوقتي، حرام. دي كارثة كبيرة، دي ما حصلتش في حروب عشان يحصل كارثة بالحجم ده، دي كارثة كبيرة. الموضوع فيه هاون وار بي جي، اسأل نفسك سؤال، جت منين الكلام ده؟ جه منين إلا من الأنفاق، من إسرائيل ولا من حماس ولا من داعش ولا من القاعدة ولا من أجناد مصر ولا من بيت المقدس؟ الجماعات كترت. ظلم ناس ما عندهمش رحمة ولا تقوى في قلبهم، دول الناس ما يعرفوش الاسلام اساسا. طبعا اننا يعني عشان احنا ناخد الدين ستار لاي عمليات ارهابيه ونقول احنا بندافع عن الدين الاسلامي، طبعا ده خطا. دول ارهاب، ناس ما عندهمش وطنيه، ما عندهمش لا اسلام ولا اي حاجه. والله والله انت يا ابني مت شهيد وهو هيموت كافر، لا على دين محمد ولا على دين اليهود حتى، والله ما ليه دين ولا ليه ملة اللي بيعمل كده.